لن نلتحق بالدوام الجامعي والإضراب مستمر، هذا شعار طلاب جامعة بغداد الذين رفضوا تقويم الامتحانات الذي حددته وزارة التعليم العالي، فما كان من الطلاب إلا أن يردوا بمسيرة حاشدة بدأت باعتصام أمام وزارة التعليم العالي وانطلقت إلى ساحة التحرير. احنا قدام وزارة التعليم العالي متوجهين لساحة التحرير، احنا ضد التقويم اللي نزلته وزارة التعليم العالي بأنه تريدنا نداوم الأسبوع الجاي أو نباشر بالدوام من هذا الأسبوع. احنا ويا اخواننا الثوار، احنا وساحة التحرير واحد، وإن شاء الله راح تستمر مسيراتنا حتى تحقيق المطالب الحق للشباب الصراحة التعبان اللي متأذي من هذه الطبقة الفاسدة. يقول الطلاب إن جدول الامتحانات وضعته وزارة التعليم العالي بشكل كيدي ونكاية بالمتظاهرين لترغم الطلاب على ترك ساحات الاعتصام والتخفيف من زخم الثورة. استنكار للتقويم اللي قررته الوزارة، اللي هو نقول تقويم عناد بينا، لأنه شهرين بشهرين أنت مستحيل كطالب طب أو كطالب هندسة أنه تكمل هاي المدة كلها. فتقويمنا كان مقترح هي 4 أشهر ب4 أشهر، احنا مو ضد انه نعطل المسيره التعليميه، لا، احنا نرشي يناسبنا ويناسب اخوتنا المرابطين بالساحه، عندك طلاب بالساحه موجودين اعداد يعني عدد مو قليل جدا. ويعتبر الطلاب ان الالتحاق بالدوام الجامعي وترك المتظاهرين وحدهم في الساحات خيانه لدم الشهداء. وتخل عن المسيرة في منتصفها بعد أن قطعت أشواطاً عصيبة في التصدي للسلطة الفاسدة. هنا إحنا مجتمعين لمساندة أخواتنا بساحة التحرير، ونقول إحنا عند كلمتنا إنه نضل وياهم خطوة بخطوة، وصراحة يعني دم الشهيد برقبتنا، وإحنا نقول لهم لا تخافون إحنا بظهركم ومستمرين لتحقيق المطالب كلها. عمل وحيد يشغل العراقيين هذه الأيام التظاهر السلمي والحراك السياسي، كل ذلك من أجل بناء نظام وطني تستقيم معه كل أمور الحياة سواء التعليم أو غيره من الأعمال.